الثانيه صارت لهم هاي هسه. هي الامانه هاي صارت لهم هسه، احسن ما يخلوها هاي ساحه هيجي. المفروض سواء اعمال سكنيه، القاعدين ايجارات، القاعدين اسخام والطام. انا من الناس قاعد بشارع 500 طن، وعلى الشارع هذا وانا صاحب كي، وقاعد بيها سايق السياره. خوش؟ يعني هاي احسن ما يسووها هسه، سووها مجمعه شلون هسه هذا كله 120 مليون، سووها ما يخالف، احسن ما نعطي ايجارات العالم، سووا نعطي ايجارات لكم. مو لو انا غلطان. المنسى قاعد ب 500 الف متوازي؟ مو لو لا. تروح على ابو بيت والله 500 ولا 600 الف، هاي ساعات مكومه بقد الزبل هاي، هاي مو ساعات فارغه اطلع منها هاي كلها ساعات فارغه، يعني بس اللي عنده يقعدونه يا اخوي. خوش؟ وهذا السياج شنو السياج الاخضر مسوي؟ لا هم المستفادين اخر، لا هم المستفادين منه ولا هم لا بس هي جواب شو شو عايز يسوي كهم والله تلوم مجمع سكن لو هذا السؤال فايت تعبان. احنا ايش مقابضين؟ خليها متنزه للاطفال، خلي بيها مراجع، خلي بيها مثلا يعني ملاعب للاطفال هوايه. لان الاكثريه العوائل هسه كلها يعني ضايجه ومختنقه من وراء الوضع اصلا مال البلد، لان البلد تعبان ما يقدر اصلا يوفر الشغلات كلها للمواطن. لان المواطن هسه حاليا يطلع من الصبح لليل، يطلع من الصبح لليل في سبيل يلبي حاجه، يلبي حاجه يعني اهله